مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تبسيط العلوم. في هذه الحلقة سنشرح بشكل مبسط منهج التاريخ لطلاب الثانوية العامة الدمج. سنتناول نماذج استرشادية امتحانية كجزء من الأشياء ضرورية طبعا لكل الطلاب إن هم يتدربوا عليها مع خبير المادة بوزارة التربية والتعليم أستاذ هاني حواس. برحب بحضرتك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. يعني في البداية لو اتكلمنا عن الورقة الامتحانية بالنسبة لطلاب الدمج، يعني تمام. طبعا تختلف الورقة الامتحانية لنظام الدمج عنها عن النظام العادي من حيث تناول الأسئلة والأنماط اللي موجودة في ورقة الامتحان. يعني مثلا عندي النظام العام بيبقى في عندي شكل الأسئلة، بيبقى عندي نوعين من الأسئلة، عندي شكل من الأسئلة الموضوعية والشكل الآخر من الأسئلة بيكون شكل مقالي. بتفرق الورقة الامتحانية في نظام الدمج عنها عن النظام العادي ان الأسئلة المقالية بتكون بشكل اقل بكتير جدا من الأسئلة اللي بتتناولها الورقة الامتحانية للنظام العادي، فبالتالي انا عندي الأسئلة الموضوعية اكتر. طب يعني ايه أسئلة موضوعية؟ أسئلة موضوعية اللي بتشمل انماط جديدة وكتيرة، زي مثلا أسئلة اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس، عندي كمان أسئلة التصويب، عندي أسئلة علامة الصح والخطأ، عندي أسئلة كمان أكتب ما تشير إليه العبارة، عندي أسئلة أكمل من مجموعة كلمات وببدأ أخد الكلمات ديت وأبدأ أعمل بيها جملة مفيدة، دي أسئلة موضوعية. هلاقي في نظام الدمج الأسئلة الموضوعية بتتناول بشكل أكبر بكتير من الورقة الامتحانية العادية. هنحاول النهاردة في الحلقة بتاعتنا النهاردة نتناول الأسئلة الموضوعية أكتر منها الأسئلة المقالية ونشرحها بشيء من التفصيل. اتفضل. طيب تعال نشوف دلوقتي نموذج استرشادي لامتحان من ضمن الامتحانات الثانويه العامه نظام الدمج، وجزء من الورقه الامتحانيه ديت مرفوعه على موقع الوزاره، يعني ممكن من خلال الموقع بتاع الوزاره نخش نشوف بعض الاسئله ديت. النهارده احنا هنتناول بعض من الاسئله المقاليه في حلقتنا النهارده، مش بس كده احنا هنجاوبها بالتفصيل مع شرح مبسط لكل نقطه من النقط اللي موجوده معانا النهارده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ في النموذج الاسترشادي الأولاني اللي أنا شغال عليه من ناحية الأسئلة الموضوعية. النموذج الاسترشادي الأولاني هيبدأ لي ببعض الأسئلة اللي موجودة قدامي دلوقتي واللي هتظهر قدامي، زي مثلا أسئلة اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. نبدأ مع بعض كده في النموذج الاسترشادي بتاعنا في اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. عندي أول حاجة بيقول لي كان أولى الحروب أو كانت أولى الحروب التي خاضها محمد علي بإرادته. هاخد الاختيارات بتاعتي كلها وبعدين نبدأ نتناقش مع بعضنا في الاختيار المناسب. لما يقولي كانت الحروب التي خاضها محمد علي بإرادته، عندي الأربع الاختيارات: الشام ولا شبه الجزيرة العربية ولا اليونان ولا السودان. تعالوا بقى نشوف مع بعضنا، احنا زي ما اتفقنا احنا مش هنجاوب بس، لا احنا هناخد جزء منها بشيء من التفصيل. يعني مثلا النموذج اللي قدامي دلوقتي لما بيقول لي الحروب التي خاضها محمد علي بإرادته، اذا هفهم في المقابل ان في حروب بيخوضها محمد علي بإرادته وحروب اخرى بيخوضها محمد علي بناء على اوامر من السلطان العثماني. طبعا انا عندي اربع حروب. الحروب اللي تمت بناء على اوامر السلطان العثماني هي الحرب الاولى اللي عملها محمد علي بناء على اوامر السلطان العثماني، هي حرب شبه الجزيره العربيه. ينفع اقول عليها شبه الجزيره العربيه، ينفع اقول عليها حرب الحجاز، وينفع اقول عليها الحروب الوهابيه، الثلاثه بمعنى واحد. والحرب الثانيه اللي خاضها محمد علي بناء على اوامر من السلطان العثماني هي حرب اليونان، فتاني حرب بالنسبه لي هي حرب اليونان. طيب ده بناء على اوامر السلطان العثماني، يعني السلطان العثماني طلب من محمد علي يروح فراح. طيب بعد كده محمد علي هيبدا يخوض حربين بناء على ارادته، يعني برغبته الشخصيه. اول حرب هيخوضها محمد علي هي حرب السودان ثم حرب الشام. تمام كده، السودان ثم الشام. يبقى من بين اربع حروب في اتنين بناء على اوامر السلطان العثماني، في اتنين بناء على رغبه واراده محمد علي. هستبعد الاتنين بتوع اوامر السلطان العثماني اللي هي حرب شبه الجزيره العربيه وحرب اليونان، استبعاد من الاختيارات بتاعتي، فيصبح عندي اختيارين: يا ترى السودان ولا حرب محمد علي في الشام. طبعا السودان هي اول حاجه فكر فيها محمد علي بارادته عشان يبدا يفتح السودان. يبقى الاجابه بتاعتي تاني كده، هرجع للاجابه، بيقول لي كانت اولى الحروب التي خاضها محمد علي بارادته. الاختيار بتاعني طبعا صحيح، هي حرب السودان التي خاضها محمد علي بارادته وليس بناء على طلب من السلطان العثماني. السؤال التاني معانا النهارده بيقول لي بدات سياسه الاقتراض في مصر منذ عهد مين، وجايب لي مجموعه اختيارات. عندي من ضمن الاختيارات عباس الاول، سعيد باشا، اسماعيل، وتوفيق. بدأت سياسة الاقتراض في مصر منذ عهد. طيب ناخد بالنا من كلمة الاقتراض، هو يقصد ايه بالاقتراض؟ الاقتراض يعني ان مصر بتستدين، بتستلف يعني بمعنى اصح. يا ترى مين اول واحد؟ افتكر كل بيقول ايه بدأت سياسة الاقتراض، لان اول عينك ما هتروح على اسماعيل على طول، بناء ان انت عارف كويس قوي ان اسماعيل اكتر حد كان اقترض قروض كتيرة جدا من الخارج، لكنه ليس هو الاول. مش هو اول من اقترض اسماعيل، لان انا عندي كمان سعيد كان اول واحد ياخد قرض من احدى البنوك البريطانية سنة 1862. كان سعيد باشا كان اول واحد يقترض من احدى البنوك الاجنبية. اذا هو الذي بدأ سياسة الاقتراض، هو اللي فتح باب الاقتراض من الخارج، كان هو سعيد مش اسماعيل. بقى ما يختلطش عليه الامر، سعيد بدأ لكنه ما خدش مبلغ ضخم جدا، لانه طبعا كمان هو مات سنه 63، يعني ما لحقش في السنه اللي قبل لما يموت بسنه بالظبط. هو كان اقترض من احدى البنوك البريطانيه قرض كبير، لكنه في خلال سنه واحده بس. البدايه كانت في عهد سعيد، لكن اللي اقترض بشراها او فتح باب الاقتراض بشراها بشكل كبير جدا كان هو اسماعيل. فلما اجي احل دلوقتي الجزئيه بتاعتي، لما يقول لي بدات سياسه الاقتراض في مصر، بدات سياسه الاقتراض في مصر منذ عهد، يبقى منذ عهد سعيد، يبقى سعيد هو الذي بدأ وفتح لي باب الاقتراض وليس اسماعيل. ناخد السؤال الثالث معانا. السؤال الثالث بيقول كان نقط بمثابة سلطة مركزية عليا في عهد نابليون. كان نقط بمثابة سلطة مركزية عليا في عهد نابليون، وعندي الاختيارات الأربعة. الاختيار الأولاني ديوان القاهرة، ديوان الأقاليم، المجمع العلمي، والديوان العام. انا عندي اصبح دلوقتي عندي اربع اختيارات: ديوان القاهره ولا ديوان الاقاليم ولا المجمع العلمي ولا الديوان العام.
ناخد بالنا ان في حاجة فيهم بس هي اللي كانت بتمثل لي سلطة مركزية عليا. ومعنى سلطة مركزية عليا يعني كل السلطات بتصب في السلطة الكبيرة قوي اللي عملها نابليون. اذا نابليون هو الوحيد هو اللي بدأ يبقى في العهد بتاعه حياة سياسية او شكل في الحياة السياسية الممثلة في الدواوين. فكان عندي ديوان القاهرة وعندي دواوين الاقاليم وعندي الديوان العام. اما الناحية الاقتصادية اللي عندي، الناحية الاقتصادية والناحية العلمية دي تتناول في وقت تاني، لكن المجمع العلمي ده بيمثل حاجة علمية. لكن النواحي السياسية اللي كانت في عهد نابليون هم الثلاث دواوين دول، ديوان القاهرة، ديوان الاقاليم والديوان العام. اذا الديوان العام كان هو اللي بيمثل لي سلطة مركزية عليا في عهد نابليون. وتم اختيار اعضائه عن طريق ايه؟ يعني مثلا العضو الاساسي ورئيس الديوان العام كان هو عبد الله الشرقاوي الذي تم اختياره نتيجة الاقتراع العام. عن طريق الاقتراع العام بين الاعضاء تم اختيار شخص واحد بس، عبد الله الشرقاوي، من الشخصيات المهمة والمميزة في تاريخ مصر، وكان هو رئيس للديوان العام. اذا الديوان العام كان هو السلطة المركزية العليا في عهد نابليون، واخد بالي منه جدا. تمام، يبقى السلطة المركزية العليا كانت في عهد مين؟ كانت في عهد نابليون. السلطة كانت بتمثل بمين؟ بالديوان العام الذي كان يرأسه عبد الله الشرقاوي اللي هو كان يمثل رئيس الديوان العام. هنخش على باقي الأسئلة اللي موجودة معايا. عندي سؤال بيقول لي انتصرت القوات المصرية على الجيش العثماني عام 1939 في موقعة نقط. 1839 في موقعة نقط، انا عندي اربع اختيارات. طبعا انا عندي 1839، يبقى انتصرت القوات المصرية على الجيش العثماني عام 1839 في موقعة نقط. عندي اربع مواقع، عندي موقعة نزيب، تربة، عكا، ودمشق. القوات المصرية والجيش العثماني، تعالوا ناخد بالنا كده من القوات المصرية والجيش العثماني ايه اللي حصل ما بينهم. لما اقول قوات مصرية اقصد بها القوات المصرية التي كان يقودها محمد علي. محمد علي جه سنة 1839 وحصل خلاف كبير جدا بينه وبين السلطان العثماني. ترتب على هذا الخلاف ان بلغ الامر بينهما الى المواجهة المسلحة. ده هيواجهوا بعض مواجهة مسلحة سنة 1839. هيواجه محمد علي السلطان العثماني. يا ترى مين الاقوى؟ المفترض بديهيا السلطان العثماني هو الاقوى باسطوله القوي، بجيشه البري القوي جدا جدا، وهيواجهوا بعض هما الاثنين في موقع مهم قوي. طب قبل ما اقول لك اسم الموقع، طب ايه رايك ان محمد علي هو الذي انتصر على السلطان العثماني في هذه الموقع؟ طب اقول لك اللي اقوى من كده، ايه رايك ان الاسطول العثماني، قائد الاسطول العثماني، سلم نفسه طواعية لمحمد علي مما اربك القوات العثمانية وجعل القوات العثمانية تعترف بهزيمتها قدام القوات المصرية برئاسة محمد علي في هذه الموقع. الموقع دي كان اسمها موقعة نزيب، موقعة نزيب. والموقع كان لها اثر رهيب جدا، انها كان لها من اكبر الاثار التي جعلت السلطان العثماني يتحد مع الدول الاوروبية ضد محمد علي. فنلاقي ان الدول الاوروبية بقيادة انجلترا تتحد مع السلطان العثماني ضد محمد علي في معاهدة لندن عام 1840. يبقى أنا عندي سنة 39 على طول سنة 40 يجي مباشرة. إذن كان للموقع أثر رهيب جدا، مش بس عشان القوات المصرية بقيادة محمد علي انتصرت، لا، عشان كمان استسلام قائد الأسطول العثماني وتسليمه لنفسه لمحمد علي طواعية كان مما كان لها أثر بليغ، إنها ترتبت على معاهدة لندن التي أدت إلى سقوط دولة محمد علي وسقوط كمان نظام الاحتكار تباعا بعد سقوط محمد علي في معاهدة لندن وبعد استسلامه مباشرة. يبقى هرجع تاني كده للسؤال الموجود معايا. لما يقول لي انتصرت القوات المصرية على الجيش العثماني عام 1839 في موقعة نزيب، يبقى الإجابة بتاعتي في موقعة نزيب. هاخد السؤال اللي بعديه اللي بيقول إيه. 5. اهتم محمد علي بمشروعات الري في مصر، لذلك أنشأ نقط. تعال نشوف النقط اللي معانا. عندي خزان أسوان، وعندي السد العالي، وعندي القناطر الخيرية، وعندي ترعة الإسماعيلية. يا ترى محمد علي اهتم بمشروعات الري؟ طبعا اهتم. ايه الدليل على اهتمامه بمشروعات الري؟ وهي ايه أصلا مشروعات الري؟ لما أقول مشروعات الري أنا بربطها دايما بالزراعة. طب ايه مشروعات الري التي أقامها محمد علي؟ محمد علي كان عاوز قوي يخلينا نزرع اكثر من محصول في السنه. طب هتزرع ازاي وانا ما بعتمدش غير على الفيضان اللي بيجي لي مره واحده في السنه؟ فعندي ازمه كبيره. طب تيجي نعمل مشروع قوي قوي على نهر النيل يستطيع من خلاله محمد علي يتحكم في كميه الميه اللي داخله في منطقه الدلتا، فازرع طوال العام، يعني ازرع طول السنه وفي اي وقت يحتاجه محمد علي. فاسس محمد علي مشروع قوي جدا لازال موجود حتى وقتنا الحالي. المشروع ده كان اسمه
كان اسمه القناطر الخيريه. جميل. يبقى القناطر الخيريه دي هي المشروع الري القوي الذي لا زال موجودا حتى الان، بيدل على قوه انظمه محمد علي الزراعيه اللي موجوده، بدليل ان النظام ده اللي عمله محمد علي بانشائه للقناطر الخيريه حول اراضي الوجه البحري كله من ري كان اسمه ري الحياض، يعني ري احواض بنملاها بالميه في موسم الفيضان، الى ان بلغنا في عهد محمد علي ان الزراعه اصبحت طوال العام. نوع الري ده اسمه الري الدائم. سببه ايه؟ سبب القناطر الخيريه التي اقامها محمد علي في مصر، وده كان من اهم مشروعات الري اللي كانت موجوده في عهد محمد علي. ناخد السؤال اللي بعديه، بيقول لي ايه؟ السؤال اللي بعديه بيقول لي: رفض المندوب السامي البريطاني سفر الوفد المصري الى باريس. رفض المندوب السامي البريطاني سفر الوفد المصري الى باريس، وعندي الاختيارات، عندي وينجيت وعندي كرومر وعندي جورست وعندي كيتشنر. طيب الاربعه دول فعلا منهم من كان مندوبا ساميا ومنهم من كان معتمدا بريطانيا على مصر. طب ايه موضوع سفر الوفد المصري الى باريس ده؟ بعد او قرب انتهاء الحرب العالميه الاولى جالي الرئيس الامريكي ويلسون واعلن مبادئه ال14. يبقى الرئيس الامريكي ويلسون بيعلن مبادئ عشان يجذب شعوب العالم كله ليه. طب عشان تجذب شعوب العالم ليك، بدا يعمل ايه؟ بدا يقول ل14 مبدا كبار يهمني فيهم مبدا واحد، اللي هو حق الشعوب في تقرير مصيرها. يعني ايه حق الشعوب في تقرير مصيرها؟ يعني اي شعب محتاج ان هو يستقل، كان ويلسون بيقول له تعال بس المؤتمر الصلح اللي هيكون في باريس سنه 1919 عقب انتهاء الحرب العالميه الاولى، واحنا نحقق لك كل طلباتك. ده الموضوع هيبقى سهل قوي للدرجه دي؟ كنا متخيلين الموضوع ده، وان الموضوع هيبقى سهل وببساطه شديده جدا، نروح لمؤتمر الصلح في باريس ونطالب بالاستقلال عن بريطانيا فيدينا الاستقلال. مش احنا بس بالمناسبه، ده تونس والمغرب واغلب الدول العربيه كانت بتعمل نفس الكلام، انها تودي وفد بعد الحرب العالميه الاولى عشان نطلب من الرئيس الامريكي ويلسون اللي وعد الشعوب اللي هتسنده وتقف معاه ضد دول المحور او دول الوسط في الوقت دوت، ان هم يقفوا معاهم لغايه لما ياخدوا الاستقلال. لكن هنعرف بعد كده ايه اللي حصل، لكن عاوز اعرف دلوقتي هو اصلا الوفد المصري مين اللي كونه؟ اللي كون الوفد المصري سعد زغلول وبعض من زملائه. كونوا وفد مصر عشان يتكلموا اسم مصر كلها ويروحوا على مؤتمر الصلح بباريس للمطالبه باستقلال مصر عن بريطانيا والغاء الحمايه البريطانيه على مصر. طيب انا هعرف اخرج من الاراضي المصريه الا بعد ما اخد اذن المعتمد البريطاني او المندوب السامي البريطاني في مصر. انا مش عارف اخرج ابدا الا لما ياذن لي الاول المندوب السامي البريطاني اللي اسمه وينجت. يبقى وينجت هو المندوب السامي البريطاني اللي راح له سعد زغلول وبعض من زملائه عشان يسمح لهم بالسفر الى مؤتمر الصلح في باريس. بالمناسبه طبعا وينجت انتوا عارفين ان هو رفض طلب الوفد المصري بالسفر لمؤتمر الصلح في باريس. ايه الحجه بتاعتك؟ انتوا مين قال لكم بتمثلوا الشعب المصري؟ فبدأ سعد زغلول وزملائه يبدأوا يجمعوا عدد من التوكيلات عشان يقولوا له أيوة الشعب المصري بيوكلنا إن احنا نتكلم بالنيابة عنه كوفد مصري في الخارج. لكن وينجت طبعا لما اعتقد إن هم بيقوموا بتأليب الشعب المصري ضد إنجلترا فقام بنفي سعد زغلول وزملائه النفي الأول لجزيرة مالطا. يبقى الإجابة بتاعتي دلوقتي هو وينجت المندوب السامي البريطاني الذي لم يسمح في البداية بسفر الوفد المصري إلى باريس بل قام بنفي سعد زغلول وزملائه لجزيرة مالطا. طيب ده نمط من أنماط الأسئلة اللي موجودة عندنا زي ما احنا اتفقنا، هو نمط اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. عايزين ناخد بالنا من النمط دوت، ما هوش بالسهولة اللي انتم متخيلينها، لأن الإجابات بتبقى متقاربة. يعني بيجيب لي كلهم معتمد بريطاني مثلا، أو يجيب لي كلهم مشروعات ري بالنسبة لي، يعني الإجابات بتبقى متقاربة، محتاجة مننا نعيد النظر تاني وقراءة السؤال أكثر من مرة عشان نجيب عليه إجابة مستفيضة. دول ست أنماط صغيرين أو ست عناصر صغيرين في السؤال بتاع اختر الإجابة الصحيحة. تعالوا نتناول نمط تاني من أنماط الأسئلة اللي موجودة معنا النهاردة. النمط التاني عندنا النهاردة بيقول لي السؤال الثاني: ضع كلمة صح أو كلمة خطأ. هو هيجي يقول لي علامة ولا كلمة؟ لا كلمة، يبقى أنا عاوز أكتب الكلمة مش هكتب العلامة. طبعا لن يلتفت للعلامة، يعني مش هكتب كلمة صح وكلمة خطأ، لأ أنا عاوز أكتب مش العلامة أقصد، هكتب الكلمة، الكلمة نفسها زي ما أنتوا شايفين دلوقتي. ضع كلمة صح أو كلمة خطأ أمام العبارات الأتية. رقم واحد بيقول لي أرغمت بريطانيا، أجبرت يعني بريطانيا الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس رئيسا للوزراء بعد حادثة 4 فبراير 1942. طب احنا عارفين طبعا احنا مش هينفع اجاوب كده مباشرة الا لما ندور في فلك السؤال عشان اقدر اجيب السؤال، واجيب كمان اسئلة بتدور حوالين السؤال ده نفسه، يعني ممكن تجيلي اكتر من شكل للسؤال. هنا بيقول لي ارغمت بريطانيا، يعني اجبرت بريطانيا الملك فاروق. خليكم معايا بقى،
لما يقول لي اجبرت بريطانيا الملك فاروق على ايه؟ على ان نقوم بتعيين مصطفى النحاس رئيسا للوزراء، يبقى مصطفى النحاس هو يبقى رئيس الوزراء بعد حادثه مهمه اسمها حادثه 4 فبراير سنه 1942. تعالوا نشوف الحادثه دي الاول كانت بتقول ايه. الحادثه دي كانت بتقول ان الدبابات البريطانيه في يوم من الايام في 4 فبراير صباح 4 فبراير عام 1942 قامت الدبابات البريطانيه بحصار قصر عابدين اللي فيه الملك فاروق. طب ليه؟ عشان تجبر الملك فاروق اللي هم عارفين كويس قوي ان ميوله محوريه، يعني ميوله مع المانيا، ان هو يعين مصطفى النحاس رئيسا للوزراء. من امتى انجلترا عاوزه مصطفى النحاس يبقى رئيسا للوزراء؟ هي عارفه ان مصطفى النحاس اللي مضى معاها معاهده 1936 هو اكتر واحد هيقف الى جانب انجلترا املا في الاستقلال بعد الحرب. يعني بعد ما تنتهي الحرب كان مصطفى النحاس وحزب الوفد عموما نهجهم ان هم محتاجين بس يقفوا مع انجلترا مؤقتا بشكل مؤقت في سبيل ان احنا ناخد هدف ابعد من كده هو الاستقلال بمصر نهائيا عن انجلترا، وكمان نخلص من الحمايه البريطانيه اللي كانت موجوده على مصر. فانجلترا لما طلبت الملك فاروق، ماطل الملك فاروق في طلب انجلترا ان هو يعلن الحرب على دول المحور، كما ماطل رئيس الوزراء المصري في اعلان الحرب على دول المحور، مما ادى الى استخدام انجلترا للقوه ضد الملك فاروق نفسه. لما تحاصر قصر عابدين، ودي اهانه كبيره جدا للملك ان تحاصر قصر عابدين وتجبره على تعيين مصطفى النحاس رئيسا للوزراء، والا سوف يتم خلع الملك فاروق من منصبه كملك للدوله. فلما اقول دلوقتي سؤال وارجع له تاني عشان احط العلامه او الكلمه الصحيحه او الخطا في هذه العباره، نراجع مع بعض بعد الشرح البسيط اللي قلته، نراجع مع بعض العباره ونقولها تاني. بيقول لي ارغمت بريطانيا الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس رئيسا للوزراء بعد حادثه 4 فبراير سنه 42. هو الملك وافق ولا ما وافقش؟ طبعا وافق، اذا ارغمته، فعلا ارغمته، اذا الاجابه عندي صحيحه. يبقى الاجابه اللي قدامي ديت صحيحه، لان الملك فاروق بالفعل استجاب لطلب انجلترا وقام بتعيين مصطفى النحاس رئيسا للوزراء بعد الحادثه خوفا طبعا من اقالته. السؤال الثاني اللي معايا دلوقتي، واللي كانت بعثه كيف اول هيئه رسميه اوروبيه أنشئت للتدخل الأجنبي في شؤون مصر؟ كانت بعثة كيف أول هيئة رسمية أوروبية أنشئت من أجل التدخل الأجنبي في شؤون مصر؟ طب نشوف كده مع بعضنا مسلسل الأزمة المالية اللي احنا كنا بنتكلم عنه. لما أجي أتكلم عن مسلسل الأزمة المالية، عن إيه أصلا مسلسل الأزمة المالية؟ يعني مظاهر التدخل الأجنبي في شؤون مصر بدأ بإيه؟ يعني أولى مظاهر التدخل الأجنبي في شؤون مصر كان إيه؟ احنا طبعا خلاص من التدخل الأجنبي كان عندنا مسلسل كبير، كأني مسلسل وليه حلقات كتير قوي، لكن اول هذه الحلقات كانت بعثة كيف. يعني اول مظهر من مظاهر التدخل الاجنبي ان بريطانيا ارسلت لي بعثة كيف عشان خاطر يساعد في حل الازمة المالية بناء على طلب من اسماعيل يعني ومن الدقنين كمان. فحصل بعثة كيف. بعثة كيف طبعا اعترضت فرنسا، فارسلت بالتالي ميسيو فييه عشان خاطر يساعد في حل الازمة المالية اللي كانت موجودة في مصر. لكن ده كان اول مظهر من مظاهر التدخل الاجنبي بعث كيف، لكن ما كانتش هيئه رسميه اوروبيه انشئت بغرض التدخل الاجنبي في شؤون مصر. اما الايه اللي يطلق عليه هيئه رسميه اوروبيه انشئت بغرض التدخل الاجنبي في شؤون مصر، كان حاجه اسمها صندوق الدين. ايه بقى صندوق الدين ده؟ صندوق الدين ده كان مقترح من فرنسا ان احنا نعمل صندوق نجمع فيه الاموال المخصصه للديون وفي اخر العام نعيد توزيعها على الدول الدائنه كلها. يبقى تاني هنا هو بيجي يقول لي هل بعثة كيف كانت تعتبر أول هيئة رسمية أوروبية انشئت في غرض التدخل الأجنبي في مصر؟ لا، لكنها كانت أول مظهر من مظاهر التدخل الأجنبي، لكنها ليست أول هيئة كاملة انشئت للتدخل الأجنبي في مصر، لا ما كانتش هي. إما الإل صاحب بتاعها كان صندوق الدين. إذا لما أرجع للعبارة تاني وأعيد تصحيحها مرة تانية أصححها بطريقة سليمة، فبيقول لي هنا كانت بعثة كيف أول هيئة رسمية أوروبية للتدخل الأجنبي في شؤون مصر. طبعا الإجابة خطأ، لأن تصحيح الإجابة كانت أو كان صندوق الدين أول هيئة رسمية أوروبية أنشئت للتدخل الأجنبي في شؤون مصر. طبعا الهيئة دي كانت مقترح من فرنسا تتولى جمع الأموال من المصالح الحكومية ثم تعيد توزيعها مرة تانية على الدول الدائنة. السؤال الثالث اللي معانا، بيقول فشل نابليون في اقتحام عكا أثناء حملته على الشام. فشل نابليون في اقتحام عكا أثناء حملته على بلاد الشام. ناخد بالنا من السؤال ده جدا، هو نابليون اصلا مش مفترض كان جايب حملته على مصر وايه اللي وصله لبلاد الشام؟ ببساطه هو اجبر نابليون ان هو يروح لبلاد الشام بعد ما الدوله العثمانيه جهزت
جيشين او حملتين، احداهما بريه والاخرى بحريه. ده نابليون هيتم محاصرته في مصر، حمله جايه له برا وحمله اخرى جايه له بحرا، يعني برا وبحرا نابليون هيتحاصر. مش بس كده، ده الدوله العثمانيه عشان تقوي نفسها بدات تتحالف مع دول كبيره زي انجلترا وروسيا، فنابليون بيواجه خطر قوي جدا. نابليون لو فضل موجود في مصر ما راحش لبلاد الشام هيحصل له مشكله، ان في تحالف دولي ضده من الدوله العثمانيه ومن انجلترا ومن فرنسا. مش بس كده، ده كمان الدوله العثمانيه عشان تحاصر نابليون برا وبحرا ارسلت حملتين، احداهما بحريه هتجيلي عن طريق البحر المتوسط واسكندريه، والاخرى بريه عن طريق بلاد الشام. طب انا كنابليون، ولو احنا مكان نابليون، نطلع نواجه الحمله البريه ولا الحمله البحريه ولا نفضل موجودين في مصر؟ طبعا لو جيت فضلت موجود في مصر هتحاصر برا وبحرا، طب اعمل ايه؟ طب انا هروح للحمله سواء كانت البريه او البحريه، مش هعرف بحريا ليه؟ اولا الاسطول الانجليزي محاصر الشواطئ المصريه، ورقم اثنين الاسطول الفرنسي دمر تماما في موقعه ابي قير البحريه اغسطس 1798. فانا مضطر اروح للحمله البريه عن طريق بلاد الشام، فنابليون خاض بحملته على بلاد الشام عشان يواجه الجيش العثماني، وهو في طريقه طبعا كان لازم يواجه بعض الحصون القويه اللي كانت موجوده من ضمنهم حصن عك. لما نابليون واجه حكة ضرب عليها الحصار، حصار قوي جدا حوالين عكة، لكن استبسال أهالي عكة في الدفاع عن مدينتهم، بصوا ماتوا عشان يدافعوا عن مدينتهم بقيادة أحمد باشا الجزار اللي هو كان الحاكم العام بتاع عكة في الوقت دوت. مش بس كده، ده لقيت إنجلترا بتساعد أهالي عكة كمان عن طريق البحر، يبقى مساعدة الأسطول الإنجليزي لأهالي عكة عن طريق البحر. فنابليون فشل جدا في ان هو يكمل حصاره على عكا او انه يقتحم عكا، فاضطر نابليون انه يرجع خائبا من عكا الى مصر مباشره، بعدها يخرج من مصر تماما بعدما يسمع اخبار سيئه عن فرنسا. يبقى لما يقول لي فشل نابليون، نرجع للسؤال بتاعنا تاني، لما يجي يقول لي فشل نابليون في اقتحام عكا اثناء حملته على الشام، طبعا فشل، يبقى الاجابه صحيحه. ليه؟ واحنا عارفين طبعا الايه التدليل بتاعنا. خش في السؤال اللي بعديه، بيقول لي اربعه كان من أسباب ثورة 25 يناير 2011 استمرار العمل بقانون الطوارئ. قانون الطوارئ من القوانين اللي ظهرت لي في مصر مع بداية حكم مبارك، فعشان كده القانون ده كان من ضمن الحاجات اللي كانت مزعجة جدا للشعب المصري. فلو جينا سردنا الأسباب التي أدت إلى ثورة 25 يناير غير تدهور أحوال البلاد الاقتصادية، كان في عندي مشكلة كبيرة جدا في قانون الطوارئ، وكان من القوانين غير مقبولة لدى الشعب المصري. فمن ضمن أسباب ثورة 25 يناير هو استمرار العمل بقانون الطوارئ، وده سبب صحيح. إذن الإجابة بتاعتي صحيحة. هقول السؤال بالإجابة تاني، بيقول لي كان من أسباب ثورة 25 يناير 2011 استمرار العمل بقانون الطوارئ، الإجابة صحيحة. السؤال اللي بعديها بيقول لي إيه بقى؟ ظهر ميثاق جامعة الدول العربية عام 1945 أضعف من بروتوكول الأسكندرية. ظهر ميثاق جامعة الدول العربية عام 1945 أضعف من بروتوكول الأسكندرية. ما انا محتاج اعرف الاول يعني ايه بروتوكول الاسكندريه، وبعدين اعرف الميثاق واعرف ايهما كان اضعف. طيب بصوا معايا في السؤال ده، لما يجي يقول لي بروتوكول الاسكندريه يجي يقول لي طبعا بروتوكول الاسكندريه كان في اكتوبر 1944. بروتوكول الاسكندريه لما رؤساء وزراء الدول العربيه عن طريق، طبعا كانوا سبع رؤساء وزراء للدول العربيه من ضمنهم مصر، وكان عندنا رئيس وزرائنا كان مصطفى النحاس. فمصطفى النحاس ومعاه رؤساء وزراء الدول العربية اجتمعوا في الأسكندرية في اكتوبر سنة 1944 ومضوا مع بعض بروتوكول اسمه بروتوكول الأسكندرية. ليه؟ لتأسيس جامعة الدول العربية. بس أنا لما أعمل بروتوكول الأسكندرية كرؤساء وزراء محتاج بقى أعرف إيه؟ محتاج أعرف كمان رأي الرؤساء، ما لازم الرؤساء دول اللي يمضوا على الميثاق البروتوكول دوت مباحثات تمهيدية بيني وبين رؤساء وزراء، لكن اللي ياخد القرار طبعا مش رؤساء الوزراء، هياخد القرار هم الرؤساء والملوك والأمراء بتوع الدول العربية السبعة. اشمعنى السبعة؟ أصل نص من ضمن نصوص البروتوكول الأسكندرية إن احنا ننشئ جامعة تسمى جامعة الدول العربية. إيه بقى؟ من الدول العربية المستقلة التي ترغب في الانضمام. يبقى لازم تكون دولة عربية، لازم تكون مستقلة، لازم ترغب في الانضمام. ممكن يكون دولة عربية مش مستقلة مش هينفع تخش. طب دولة عربية مستقلة وما عندهاش الرغبة في الانضمام مش هتخش. يبقى الشرط تكون دولة عربية مستقلة وترغب في الانضمام. عددهم بقى كان كام دلوقتي؟ انا عارف دلوقتي العدد الحالي 22، لكن كان عددهم كان عددهم قبل كده سبع دول عربية. لما جم الرؤساء بعد كده ومضوا على الميثاق في 25 مارس سنة 1945 واختاروا كمان أول
رئيس بالنسبة لي هو عبد الرحمن عزام، أول رئيس لجامعة الدول العربية، لذلك ظهر عندي الميثاق أضعف من البروتوكول بسبب التحفظات بتاعة المندوبين على ما حدث. ده بالنسبة لي إيه؟ ده بالنسبة لي الميثاق الذي ظهر أضعف من البروتوكول. شكل من أشكال الأسئلة الموضوعية اللي موجودة قدامنا، تناولنا فيها أسئلة صح وخطأ، تناولنا فيها أسئلة اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. تمام، أعتقد ممكن نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة. بشكرك في ختام الحلقة أستاذ هاني حواس، خبير مادة التاريخ بوزارة التربية والتعليم. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، كنا معكم ومراجعة على مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة الدمج. شكرا لكم وإلى اللقاء.